معاكم دكتورة ثكرايات الشمري من الكويت. بتكلم اليوم عن جهاز الهايدرافيشل، هو الجهاز الأحدث في مجال التجميل، وهو علاج حديث يقوم بترطيب البشرة، إزالة الرؤوس السوداء والبيضاء، إزالة الشوائب، الجلد الميت من البشرة. أيضا هو جهاز أمريكي معترف فيه من الـ FDA، هيئة الدواء والغذاء، والمواد اللي موجودة معه والأدوية هي معترف فيها من الـ FDA أبروف ماخذة. عشان كذي من كثر شهرة هذا الجهاز صار كثير من الأجهزة تتقلد، ويصير الشركات تلجأ حق هالشيء، ولازم يديرون بالكم أن الجهاز والمواد اللي داخل هذا الجهاز يكون مكتوب عليها كلمة هايدرافيشل عشان ما تطيحون بالغلط وما تخترب بشرتكم وسلامتكم.